المحطة. رون 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 يا رون. مساء الخير إلى جميع السادة المشتركين في صحيفة الصباح. يسرنا إخباركم أن إدارة الصحيفة قررت تعيين مدير جديد اسمه شيبورا. شاب يافع ظريف وذكي، يكره الابتزاز والاستغلال، سيعمل على إظهار الحقيقة. كل العاملين في الصحيفة يحبون المدير الجديد، لا يكنون له إلا مشاعر المودة والاحترام. حتى المدير القديم لم يتأثر بترك منصبه، فهو يعمل على نقل خبرته الكبيرة إلى الأستاذ شيبورا. استخدم سلاحك، إنه أسرع مني. ساعدني، هيا. نجح. لا تخيفيني يا شيما، ابحثي عن القضية في مواقع ليس فيها صور مخيفة. فهمت سيدي، حاضر. كل ما يهمنا الآن أن نساعد على عودة المفقودين. صحيح، تماما. لن أعود إلى ذلك السجن مرة ثانية. أكره الجلوس خلف القضبان. ما رأيك أن نتسلى بالقتال؟ لا أشعر بالراحة إلا في المعركة. ما رأيك يا رين؟ اتصل به، أقصد بيوجي. لن يوافق على طلبي، فهو يكره القتال. وعندها ستحقق هدفك يوجي. مهمتك صعبة جدا، كن حذرا. أنت قلت ذلك للجميع. بالتأكيد أشعل كلامك نار الحرب. ألا تعلم أختك يوري قلقة عليك؟ لا يبدو أن لك هدفا محددا. افعل ما شئت، إذا يمكنك الموت في سبيل إيقاف الحرب. رئيس التحرير؟ ماذا تقصد؟ من عينه رئيسا علينا؟ حاسوب المدلل، أخشى لا أراك. هذا ما حدث، ذلك صحيح. لا، ما الأمر؟ من أرسلها؟